تعلمنا سابقا بان كل تيار كهربائي له مجال مغناطيسي، ويختلف شكل المجال المغناطيسي باختلاف شكل الداره، وهنا ظهر تساؤل اخر، وهو اذا كان التيار الكهربائي يولد حقل مغناطيسي، فهل الحقل المغناطيسي وتغيرات الحقل المغناطيسي يمكن ان تولد تيار كهربائي؟ هذا ما سنلاحظه في التجربه التاليه. لدينا الجهاز التالي وهو عباره عن جهاز ميكرو امبير وهو جهاز ايضا يدعى مقياس غلفاني يستخدم من اجل قياس شدات التيار الكهربائي الصغيره جدا، نستخدم ايضا ملف مكون من عده لفات هذا الملف مكون من 1100 لفه، اسلاك كهربائيه ومغناطيس مستقيم المغناطيس له قطبان قطب شمالي وقطب جنوب نصل هذه الداره البسيطه مقياس الميكرو امبير الى الملف ايضا اصبح لدينا داره مغلقه مكونه من المقياس والملف هذه الداره تعتبر دارة غير فعالة في هذه الوضع لأن لا تحوي منبع تيار كهربائي ونستدل على ذلك من عدم مرور تيار كهربائي لأن إبرة المقياس على الصفر وهذا يدل على عدم مرور تيار كهربائي نأخذ الآن المغناطيس المستقيم نضعه ساكنا أمام وجه الملف أيضا نلاحظ أن إبرة المقياس الغلفاني لم تتحرك وهذا دليل أيضا على عدم مرور تيار كهربائي، ولكن ماذا يحدث إذا حركنا هذا المغناطيس أمام وجه الملف؟ لنلاحظ ذلك، عند التقريب نلاحظ عند التقريب نلاحظ أن الإبرة تنحرف، عندما نثبت المغناطيس تعود الإبرة إلى الصفر، نبعد المغناطيس نلاحظ أن الإبرة تنحرف في الاتجاه الآخر، إذا نقرب تنحرف. طالما ان المغناطيس ساكن نلاحظ ان الابره على الصفر اي عدم مرور تيار كهربائي، فقط اثناء الحركه نلاحظ مرور تيار كهربائي ونستدل عليه من خلال ابره مقياس ميكرو امبير. ما الذي كان يحدث عندما نقرب المغناطيس من الملف؟ وما الذي كان يحدث عندما نبعد المغناطيس؟ ما هو المقدار الفيزيائي الذي كان يتغير اثناء تقريب المغناطيس او ابعاده؟ ولماذا عند حالة السكون تنعدم شدة التيار الكهربائي. إذا ما هو المتغير الفيزيائي؟ إن تقريب المغناطيس نلاحظ أنه عند أي حلقة من الحلقات الموجودة لو درسنا عدد خطوط الحقل المغناطيسي التي تجتاز أي حلقة نختارها نلاحظ أنه أثناء التقريب عدد خطوط الحقل المغناطيسي التي تجتاز الحلقة يزداد وعند الإبعاد يتناقص عدد خطوط الحقل المغناطيسي، وهذا ما عرفناه سابقا بما يسمى التدفق المغناطيسي، أي أنه عند تقريب المغناطيس يزداد عدد خطوط الحقل المغناطيسي أي يزداد التدفق، وعند الإبعاد نلاحظ أن عدد خطوط الحقل المغناطيسي يتناقص أي يتناقص التدفق. الآن التساؤل هو إذا كان المتغير الفيزيائي هو التدفق المغناطيسي الذي يجتاز الملف، وتغير التدفق المغناطيسي الذي يجتاز الملف جعل إبرة مقياس ميكرو أمبير تنحرف، أي دلنا على مرور تيار كهربائي، وهذا ما نص عليه قانون فاراداي، إذا ينص قانون فاراداي على أن تيارا كهربائيا يدعى التيار المتحرض يمكن توليده في الدارة إذا تغير التدفق المغناطيسي الذي يجتازها، ويدوم هذا التيار المتحرض بدوام تغير التدفق، وهذا ما يفسر سبب انعدام شده التيار عند ثبات المغناطيس، أي أن التدفق في هذه الحالة يكون ثابتا. إذا فهمنا الآن سبب تولد التيار الكهربائي، ولكن ما هي جهة التيار الكهربائي الذي يدعى التيار الكهربائي المتحرض؟ عند تقريب المغناطيس تزداد التدفق المغناطيسي الذي يجتاز الدارة، فإذا أخذنا حلقة واحدة من حلقات الملف نلاحظ مرور تيار كهربائي باتجاه بحيث يتشكل في الحلقة ذاتها حقل مغناطيسي قطبه شمالي يقابل القطب الشمالي عند التقريب، إذا تولد التيار الكهربائي بحيث تكون الأقطاب متماثلة عند التقريب. أما إذا أخذنا حالة الإبعاد يعني عند إبعاد المغناطيس أي إبعاد الحقل المغناطيسي إبعاد القطب الشمالي، فإن كل حلقة من هذه الحلقات يتناقص التدفق المغناطيسي الذي يجتازها، فيتولد فيها تياراً كهربائياً جهته بحيث تولد حقل مغناطيسي قطبه يعاكس القطب المبتعد، وهذا ما ولد تيارا كهربائيا نستدل عليه من خلال اضاءة المصباح، وعند السكون تنعدم اضاءة المصباح. عند تقريب المغناطيس نلاحظ ان خطوط الحقل المغناطيسي المحرض والتي نستدل عليها باللون الاخضر، فانها تزداد عند اجتيازها للملف. هذا يولد حقل مغناطيسي متحرض نستدل عليه باللون الاصفر، ونلاحظ ان جهه الحقل المتحرض بعكس جهه الحقل المحرض. اما ايضا عند ابعاد المغناطيس فان ابعاد المغناطيس اي ابعاد مثلا القطب الجنوبي يؤدي إلى تناقص تدفق الحقل المغناطيسي المحرض، فيولد حقل مغناطيسي متحرض جهته مع جهة الحقل المغناطيسي المحرض. أيضا عند إبعاد القطب الشمالي عند إبعاد القطب الشمالي يتولد حقل مغناطيسي متحرض أيضا جهة خطوطه مع جهة خطوط الحقل المغناطيسي المحرض. نلاحظ أن الحلقة أو الملف تسعى لأن يكون تدفق المغناطيسي الذي يجتازها ثابتاً. فعند زيادة تدفق الحقل المغناطيسي المحرض، فإن الوشيعة أو الملف تولد حقلاً مغناطيسياً متحرضاً يعاكس الحقل المحرض من أجل أن يبقى التدفق ثابتاً. أما عند تناقص التدفق في الحقل المغناطيسي المحرض، فإن الوشيعة أو الملف تولد حقلاً مغناطيسياً متحرضاً مع جهة الحقل الأصلي من أجل أن تعمل على ثبات شدة هذا الحقل وكما نعلم أيضا أنه لتمرير أي تيار كهربائي في دارة فإنه يجب توليد فرق كمون كهربائي بين نقطتين في دارة أي يجب أن نضيف مولدا له قوة محركة كهربائية ففي تجربتنا السابقة التي شاهدناها لم تحتوي التجربة على مولد فمن أين أتى التيار الكهربائي لتوضيح من اين اتى التيار الكهربائي فاننا نضيف الى الداره السابقه مقياس فولت وهو جهاز لقياس فرق الكمون الكهربائي بين نقطتين ونصله على التفرع مع الملف الذي كان موصول سابقا في الداره ثم نعيد التجربه بان ناخذ المغناطيس المستقيم ونحركه ونحركه راسيا امام الملف. نلاحظ انحراف ابره مقياس ميكرو امبير، ولكن ما التغير الذي يطرا على مقياس فولت؟ اذا لنلاحظ وخاصه على مقياس فولت نلاحظ ان تحريك المغناطيس تهتز ابره مقياس فولت للدلاله على تولد فرق كمون كهربائي أو قوة محركة كهربائية شدتها صغيرة ولكنها هي التي تسبب مرور هذا التيار الكهربائي نلاحظ أنه استخدام مغناطيس واحد تهتز الإبري دليل مرور تيار كهربائي فإذا استخدمنا مغناطيسين نلاحظ أن انحراف الإبري يصبح أكبر هذا دليل على مرور تيار شدته أكبر أي أن حتى انحراف ابره مقياس فولت تصبح اكبر، دليل على ان القوه المحركه الكهربائيه المتولده تصبح اكبر. اذا تزداد شده التيار الكهربائي المتحرض اي تزداد قيمه فرق الكمون الكهربائي المتولد اي القوه المحركه الكهربائيه مع زياده شده الحقل المغناطيسي. وعندما نستخدم مغناطيس واحد فقط بسرعه نلاحظ انحراف الابره، ولكن اذا حركنا المغناطيس ذاته ولكن بسرعة اكبر نلاحظ ان الزمن اللازم للتحريك يصبح اقل وتنحرف الابري بمقدار أكبر اي نستنتج ان القوة المحركة الكهربائية تتعلق بعاملين العامل الاول هو التغير في الزمن ونلاحظ انه كلما كان الزمن اللازم لحدوث تغير الحقل المغناطيسي اكبر يكون القوه المحرك الكهربائي اصغر اي ان التناسب بين القوه المحرك الكهربائيه والزمن هو تناسب عكسي ايضا نلاحظ انه عندما استخدمنا مغناطيسين تولدت قوه محرك كهربائية اكبر لاننا ضاعفنا شده الحقل المغناطيسي أي ان التدفق المغناطيسي قد تضاعف اذا نستدل من ذلك على ان القوه المحركة الكهربائيه التحريضية تتناسب طردا مع تغير تدفق وعكسا مع الزمن اللازم لحدوث هذا التغير في التدفق فمثلا عندما نستخدم مغناطيس واحد فقط تكون القوة المحركة الكهربائية مثلا 10 فولت عندما نستخدم مغناطيس آخر أي أن نضاعف شدة الحقل المغناطيسي تتضاعف قيمة القوة المحركة الكهربائية أيضا نلاحظ أنه عندما حركنا المغناطيس كانت قوة المحرك الكهربائي التحريضي 10 فولت ولكن عندما نزيد السرعة أي أن الزمن اللازم لحدوث التغير يصبح أقل تتضاعف قيمة القوة المحركة الكهربائية التحريضية نستدل من ذلك أي أن الحقل المغناطيسي ومساحة سطح الملف والزاوية بين الحقل المغناطيسي وسطح الملف هي عوامل تحدد التدفق المغناطيسي كما تعلمنا سابقا إذا القوة المحركة الكهربائية التحريضية تتعلق بتغير التدفق المغناطيسي الذي يجتاز ملف وهو تناسب طردا وعكسا مع الزمن اللازم لحدوث هذا التغير أيضا نلاحظ في هذا وجود إشارة ناقص للدلاله على ما يسمى قانون لينز الذي وضح جهه التيار الكهربائي. اما ان فهو عباره عن عدد لفات الملف ونلاحظ انه كلما كان عدد لفات الملف اكبر يكون القوه المحركه الكهربائيه التحريضيه اكثر. فمثلا عندما تكون القوه المحركه الكهربائيه مضروبه باثنين للدلاله على عدد لفات قدره اثنان. أما إذا كان عدد اللفات عشرة فإننا نعوض عن إن بما يساويها لتفسير ما يحدث الكترونيا أي كما هو معلوم أن شدة التيار الكهربائي تعبر عن عدد الإلكترونات المتحركة فما هو التفسير الكترونيا لمرور التيار الكهربائي في هذه الحالة؟ نلاحظ أنه عندما نأخذ مغناطيس ويجتاز ملف أو حلقة ذهابا وإيابا فإن ما يحدث هو ما يلي إذا كان هذا يمثل جزء أو مقطع من السلك أو الساق وعليه موضح الإلكترونات، فنلاحظ أن تقريب المغناطيس يسبب حركة الإلكترونات باتجاه، وحركة الإلكترونات تكافئ مرور تيار كهربائي. أيضا نلاحظ أنه في الحالة الأخرى أي عندما يتحرك المغناطيس بالاتجاه الآخر، نلاحظ أن الإلكترونات أيضا تتحرك باتجاه معاكس وهذا ما سبب انحراف ابره المقياس باتجاهين متعاكسين اي مر التيار الكهربائي باتجاهين متعاكسين اذا لتوضيح ذلك ناخذ مثلا سكتين متوازيتين افقيتين تستند عليهما ساق معدنيه وكما هو معلوم بان الساق المعدنيه تكون غنيه بالالكترونات الحره فإذا جعلنا هذه الساق خاضعة لتأثير حقل مغناطيسي منتظم ناظميا عليها، وجعلناها تتحرك بسرعة في أفقيا، فنلاحظ أن كل الكترون من هذه الإلكترونات سوف يخضع إلى قوة مغناطيسية تدعى قوة لورينز، وهذه القوة تسبب حركة الإلكترونات باتجاه ما من أحد طرفي الساق إلى الطرف الآخر. فالطرف الاول يكتسب شحنه موجبه والطرف الاخر يكتسب شحنه سالبه، هنا ينشأ لدينا فرق كمون كهربائي بين طرفي الساق، بما ان الداره مفتوحه فرق الكمون الكهربائي بين طرفي الساق في هذه الحاله يدعى القوه المحركه الكهربائيه، اما اذا كانت الداره مغلقه اي موصوله الى مقياس ميكرو امبير مثلا نلاحظ أن الإلكترونات لا تتجمع في أحد طرفي الساق وأنما تتابع طريقها وهذا يكافئ مرور تيار كهربائي جهته بعكس جهة حركة الإلكترونات وحسب قانون فاراداي فإن تيارا كهربائيا متحرضا يمكن توليده في دارة مغلقة إذا غيرنا تدفق الحقل المغناطيسي الذي يجتازه ويدوم هذا التيار بدوام تغير التدفق اما جهه التيار الكهربائي المتحرض فقد حددها قانون لينز الذي نص على ان جهه التيار الكهربائي المتحرض تكون بحيث ينتج افعالا تعاكس السبب الذي ادى الى حدوثه فعندما يكون سبب توليد التيار هو زياده التدفق فان التيار المتحرض يعمل على انقاصه والعكس بالعكس